وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في باب أما ولولا ولوما، قال: وبهما التحضيض مز وهل ألا ألا وأولينها الفعل، وقد يليها اسم بفعل مضمريع اللقاء أو بظاهر مؤخر. وبهما التحضيض، هذا الكلام يعود على لولا ولوما، وذكر أنهما تكونان حرفي امتناع لوجود، ثم قال إن من معانيهما التحضيض. قال: وبهما التحضيض مز بهما، أي ميز بهما التحضيض، فمن معانيهما التحضيض، والحض والتحضيض والحث سواء. وكذلك هلا وألا وألا، فهذه خمسة: لولا ولوما يأتيان للتحضيض، وكذلك هلا للتحضيض والحث، وألا كذلك وألا. فلوما تأتينا بالملائكة هذا حض، كذلك لولا فعلت كذا وكذا هذا حض وتحضيض، هلا فعلت كذا، ألا فعلت كذا، ألا فعلت كذا، كل ذلك من باب التحضيض. إذن ألا تكون بالتخفيف والتشديد. المجموع هنا خمس كلمات: بهما هذا لولا ولوما، وبعد ذلك هلا وألا وألا، ثم قال: وقد يليها، هذا الضمير يعود إلى هذه الخمس. وقد يليها اسم، هناك قال: وأولينها الفعل، النون هنا نون التوكيد الخفيفة، يعني أنه يأتي بعدها فعل: هلا فعلت كذا، هلا قمت، هلا قعدت، ألا إلى لو ما تأتينا، سواء كان ماضيا أو مضارعا ولكن هل يليها اسم؟ يليها اسم، ولكن هناك فعل كامن. هذا هو ما أشار إليه بقوله: وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر. ماذا؟ ما مثال ذلك؟ جاء في الحديث: هلا بكرا، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله هل تزوج بكرا أم ثيبا، قال إنه تزوج ثيبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا، أي هلا تزوجت بكرا. فهنا وليها اسم، ولكن هناك فعل مضمر قبل هذا الاسم. هذا بالنسبة لما تقدم. وقد يكون أيضا بفعل ظاهر ولكنه مؤخر، كقوله تعالى: ولولا إذ سمعتموه، إذ سمعتموه، ولولا أي هلا، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هذا، ويكون المعنى: لولا قلتم إذ سمعتموه. فهذا هو معنى قوله: أو بظاهر مؤخر. نعم، وإلى اللقاء إن شاء الله.